من الواضح طبعا ان مستر كولر اتكلم عن النجاحات بتاعه الموسم ده، اتكلم على تقريبا معظم الكلام اللي احنا قلناه، ان الاجهاد الذهني والاجهاد البدني. السنه دي اللعيبه لعبت ماتشات كتير جدا جدا جدا، ده اثر على، انت احنا بنتكلم في نهايه موسم، فالوضع الطبيعي خصوصا ان انت حسمت الامور مبكرا، فده وضع طبيعي في اجهاد ذهني. يعني لو حد بقى اتكلم على موضوع التدوير بالذات، حتى في موضوع التدوير في اجهاد ذهني، في اجهاد بدني. نادي الاهلي اكتر نادي لعب في بطولات مختلفة السنة دي، نادي الاهلي زي ما قالوا كابتننا الكبار سفريات على طول، الاجواء مختلفة، عليك ضغوط طول السنة. الحمد لله رب العالمين، انت عملت موسم ناجح، موسم تاريخي يضاف لبعض المواسم التاريخية اللي النادي الاهلي برضه هو اللي حققها، فانت خدت كل حاجة. فمش عايزين نقف على ماتش تزعل طبعا، طبعا الهزيمه تزعل، احنا كنادي اهلي لا نتقبل الهزيمه، ولكن مش عايزين ان هزيمه النهارده زي ما قالوا كابتننا الكبار ان هي تنسينا نجاحات السنه دي كلها، خصوصا ان واضح ان مستر كولر ليه فكر ورؤيه مختلفه في التعامل مع المباريات في نهايه المرحله او بعد حسم البطوله. كابتن علاء، اعتقد نفس الكلام اللي احنا قلناه، ان ما ان